شهد مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس حفلا موسيقيا كبيرا بعنوان العودة روح البحرين للمايسترو وحيد الخان بمصاحبة فرقة سيمفونيا بوب أوركسترا الفرنسية والمايسترو الفرنسي قسطنطين روي الذي رافق الحفل في قيادة الفرقة وذلك بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وعدد من المسؤولين والقائمين على مؤسسات ثقافية وفنية من داخل الجمهورية الفرنسية وخارجها مع تواجد شخصيات دبلوماسية ثقافية وإعلامية. وبهذه المناسبة أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة أهمية الفنون والموسيقى في لقاء الثقافات وإثراء المشهد الإنساني كونها لغة عالمية تتخطى الحواجز وتعبر كل الحدود وهذا ما تؤمن به هيئة الثقافة عبر حضورها في العالم مروجة لما تمتلكه البحرين من تراث غير مادي والذي تقوم اليونسكو باحتضانه ونشره. كما أشارت معاليها لمسؤولية المؤسسات الثقافية في بناء جسور حضارية تعكس غنى الاختلاف وفرادة المجتمعات. وعبرت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة عن شكرها للمايسترو وحيد الخان والقائمين على حفل العودة روح البحرين في اليونسكو مؤكدة على أهمية الفنون والموسيقى في لقاء الثقافات وإثراء المشهد الإنساني كونها لغة عالمية تتخطى الحواجز وتعبر كل الحدود. خلال الحفل قدم المايسترو البحريني وحيد الخان إبداعات من ألبومه المستوحى من القصص والمشاهد البحرينية العودة روح البحرين والتي أبرزت قدرات الخان على التأليف الموسيقي بجدارة وإيصال رسائل إنسانية من خلال تقديم مقطوعات مميزة بموجب معايير الأوركسترا مع إضافة نكهة بحرينية تناسب جميع الأذواق ليعكس ببساطة القصص والمشاهد المبنية حول روح البحرين. الحلقات الثقافية هي ما نقدمه للعالم. هذا المساء في مقر اليونسكو المقر العريق الذي يستضيف هذا الحفل الموسيقي نقدم البحرين في أجمل صورها. دائما الموسيقى هي لغة الكون والتي بها نعرف أوطاننا ونحمل رسالة حضارية لهذا البلد العريق. سعيدة أن يكون المايسترو وحيد الخان هو ضيف هذا المساء وأن تكون معه فرقة من الموسيقيين الفرنسيين والأوروبيين لكي يكون مثالا للتعاون الثقافي. الثقافة هي بوابة المستقبل ومن خلالها نصل إلى العالم. مجموعة مؤلفات من ألبوم اسمه العودة روح البحرين، هي 10 قطع وفي 3 قطع إضافية جديدة من الألبوم القادم، معظمها يعني أعمال تصنف كأنها أو تصنف كموسيقى العالم. يقصد بموسيقى العالم أن هذا النوع من الموسيقى يمكن تذوقه من جميع شعوب العالم. بما أن نحن في اليونسكو ونخاطب العالم فعملت 4 أغنيات للسلام كلها تحكي عن السلام باللغة العربية وأيضا في باللغة الفرنسية.